طيب طبعا هنستكمل الموضوع بتاع الاسبوع اللي فات، موضوع الثيورمز. فاحنا عندنا موضوع اللي هو ايه تحت عنوان نقص البلط الزفير، هو الاهلي. موضوع بسيط جدا، هو طبعا هيبقى شبه البلط شويه، مختلف صحيح بس شبه ايه الدي سي. عندنا ليديا راكب ندوه، بعدين دي امبيدنس متصله بين تو تيرمينالز زي ما انتم شايفين كده، تسال دي متغيره القيمه، واحنا عاوزين نغير قيمتها لغايه ما تاخد نقص البلط. فازم حالك عندنا سؤالين عاوزين نجاوب عليهم. هذه الامبيدنس بتساوي كام؟ والماكسيمم باور اللي بتاخدها بتساوي كام؟ عندما يكون الموضوع بالشكل ده كده يبقى بالظبط كده ان بين التو تيرمينال اي وبي ده فايند السيفيدنت كونفرجن. من غير ما يقول طبعا. ده موضوع ماكسيمم باور ترانسفير معناها لازم الاول اول خطوه نعملها ايه؟ نجيب السيفيدنت كونفرجن. جبنا زي النور وبينور تمثيل زي مع بعضهم زي ما انت شايفين. طيب عظيم. بعد كده بقى عاوزين نحسب مين؟ نحسب الباور اللي بتاخدها بالظبط. الاول احنا سمينا تريال هنا اي ال اي لود يعني. يبقى اي لود بيساوي كام؟ اي لود هيساوي طبعا البي لود اهوت على مين؟ على مجموع الامبيدنس زد ال زائد ايه؟ زد النورمال. طيب الباور اللي انا عاوز احسبها هتساوي كام؟ هي مربع اي ال تربيع بمين يا جماعه؟ هي بتاع زد ال. طبعا لسه الموضوع مربع من الدكتور دي الناس بيرمضوا لحد دلوقتي بيحطوا التيار لحاله وهو كومبلكس ويربعوه. لا ناخد الماجنتيود ونربعه سواء احنا بنحسب البي او حتى الاس اللي هتكون بالشوار واي او كيو. عظيم. المهم الزد نوت كومبلكس طبعا هتساوي يا اما زد نوت ماجنتيود بتساوي سيتا نوت بربونه او بتساوي ار نوت زائد جي اكس نوت كارديسي. كذلك الحال زد ال هتساوي يا اما زد ال ماجنتيود والانجل بتاعتها هنسميها سيتا ال او بتساوي ار ال سيز مع مين جي اكس ال. طيب الصورة دي موجودة والصورة دي موجودة. طيب إذا كان الأمر كذلك بقى يبقى ده بيساوي كام؟ يبقى البي اللي بنحسبها بتساوي البي نوت تربيع من الكود اللي هي في مين بقى؟ في على زد ال زائد زد نوت مدرس ماجنتيود وبعدين الجزء الريال بتاع زد ال هيبقى زد ال ماجنتيود في كوساين زد ال في كوساين زد ال. دي كملنا خلاص. لو جينا نبص لهذه الكميه هتبقى بتعتمد على اندبندنت فيريبلز. كان الحال عندكم في الدي سي كان عندكم فيريبل واحد اتغير، ايه الفيريبل؟ اللي هي الفاليو بتاعها ايه؟ تعلم كتريه. الان انا عندي زد ال بتتغير، زد ال فيها كام عنصر؟ اثنين يا اما الزاويه والماجنتيود يا اما الريال بالمجد. يبقى عندي ايه؟ تو فيريبلز. عندي تو فيريبلز. لو عندي اذا الداله الرياضه بتقول لي ايه؟ لو عندي الداله في اثنين فيريبلز عاوز تماكسمايز عاوز توبتمايز يعني تماكسم يعني تعمل ايه؟ هتعمل ديريفاتيف بس بارشل ديريفاتيف بقى لكل فيريبل وتساوي كل بارشل ديريفاتيف دي قد كام؟ بالصفر. يعني عشان بما ان دي فانكشن في سيتا ال وزد ال ماجنتيود هما يبقى ايه؟ عشان اعمل فور ماكسيموم بي فور ماكسيموم باور يبقى لازم اعمل ايه؟ اقول ان بارشل بي بارشل مثلا زد ال ماجنتيود دي تساوي كام؟ زيرو. ده شرط واحد. اند في نفس الوقت لازم مين بقى كمان؟ بارشل دي بارشل سيتا ال هتساوي كام؟ صفر. هي الكلمه الثانيه تو كونديشن لازم ايه نجيب؟ طب هنعمل ايه؟ هنحسب. طيب انا عندي هنا هنا طبعا في نقطه كده كميه ثابته مفيش مشكله فيها. المتغير مين زي ما اتفقنا؟ الزد ال دي والسيتا ال دي وطبعا المقام في المقام. تعال نبص المقام شويه. المقام يعني ايه؟ مكعب حبه مش كده؟ انا الزيت بتاع سينا فيكتور بالشكل ده كم يكون؟ اما اضيف عليها الزيت ال سينا حاجه زي كده. لو نجمعهم فين المجموع؟ المجموع اهو ادي زيت نوت سيريز مع مين؟ زيت ال. طيب الكلام ده طول الكلام ده هو المقام بتاعي. المقام ده بيقول ايه؟ اجمع دول وخد الماجنتيود او المدرس بتاعهم بتاع. طيب الماجنتيود ده يا جماعه ايه علاقته بالماجنتيود ده؟ ما هي دي زد نوت اهي الماجنتيود وايه؟ واللي زد ال الماجنتيود اهي النوت اهو. وبعدين انا عاوز مين؟ انا طب الزاويه دي بتساوي كام بالمناسبه؟ الزاويه دي بتساوي ايه؟ مجموع الزوايا. اه لو انت مديتها كده مش عايز ده زد نوت ودي زد ال يبقى دي الفرق يساوي بين الاثنين ولا لا؟ اه هي اللي هي مين بقى؟ اللي هي الزاويه دي سيتا ال ماينس سيتا نوت. بس كده؟ لو مسكنا المثلث ده يا جماعه، المثلث ده عباره عن مثلث من فرق الزاويه.
انتقال للزاويه، وكنقال للزاويه يبقى طول التنبيه يسمى التنبيه اللي احنا عاملينها صوره التصور. عندما يكون الامور كده ده ليه قاعده، بتقول ايه القاعده دي؟ يبقى معناها ان الباور عندي هنا المقام بتاعي هنقول بقى المربع الاولاني اهو زائد المربع الثاني اهو زي النقطه تربيع زي مين بقى؟ زائد ضعف الماجنتيود ده في الماجنتيود ده هو في كوساين الزاويه اللي بنتكلم عليها الزاويه الخارجيه اللي هي كوساين كام؟ كوساين 6 ال ناقص 2. طبعا الاثبات على فكره سهل جدا مش صعب ولا حاجه اللي مش فاكرين ده مر عليك ولا لا؟ هي دي مرت ولا ما مرتش؟ طب سامع عنه طيب؟ حتى الاثبات سهل جدا لو انت عارفين يعني اهو انت لو نزلت عمود يا جماعه كده يبقى ده تربيع يساوي كام؟ الحته دي كلها تربيع والحته دي كلها تربيع، وهات الفيك دي كمان بتساوي الحته الصغيره دي والحته دي تطلع نفس الكلام. كانه مفخور خلاص يعني مش لازم اثبات عنهم يعني. المهم وهنا كام بقى؟ دي نقطه تربيع في ريال يبقى كام؟ ريال معناها زد ال وكوساين الزاويه طيب عظيم. ازاي بقى الكميه دي لما يكون عندي كسر وعاوز اعمل له ديفرنشيشن نعمل ايه؟ فاكرين ولا لا؟ عارفين طبعا. بيقول لي انا عندي كسر وعاوز اقرره بنحط هو كسر برضه التفاضل يا جماعه بتاع الكسر هيطلع كسر برضه المقام بتاعه هو مين؟ المقام تربيع. البسط فيه ايه بقى؟ المقام بتبطل البسط ناقص البسط بتبطل المقام وانا عاوز الكلام ده كله يساوي صفر يبقى سيبك من المقام تربيع ده خالص يبقى انا عاوز البسط هو اللي بيساوي كام؟ بيساوي صفر. حاجه ناقص حاجه يساوي صفر معناها ان الحاجه دي تساوي الحاجه دي ولا لا؟ يبقى القاعده على بعضها كده على بعضها نقول ايه؟ المقام بتفضل البسط يساوي البسط بتفضل المقام. سهل نعمل في البيت بقى ونحدد بالظبط على اول حاجه اول كونديشن عندي بارشال في بارشال موزر زد ال بيساوي صفر ده بيساوي صفر هجيب ان الماجنتيود بتاع زد ال هيطلع بيساوي الماجنتيود بتاع زد نوت مش كلها ده نمره واحد وتعمل البارشال الثاني بارشال بي بارشال هانجل 6 ال بتساوي صفر هيطلع مين بقى؟ هيطلع منه ان 6 ال ديت اللي بدور عليها تساوي ماينس 6 نوت ده الشرط اللي يبقى اثنين لما نحط واحد مع اثنين يطلع ايه؟ ماجنتيود بيساوي ماجنتيود وزاوية عكس الزاوية ده اسمه ايه عندنا؟ كونفكس فانكشن يبقى الكلام ده على بعضيه واحد واثنين يبقى واحد ان اثنين مع بعضيهم هتطلع لي ايه؟ اذا زد ال هتساوي زد نور كونفكس هذا الشرط زد ال ما بيساوي زد نور بشكل كامل ولا بيساوي مش عارف ايه لا ايه لازم ايه؟ كونفكس كونجيت عندنا وده الفرق الاساسي بين الدي سي اللي بنتكلم فيه وبين الدي سي اللي قبل عظيم. السؤال الثاني بقى البي ماكسيمم هتساوي كام؟ اذا كان الشرط ده موجود يبقى اذا الراي ال يساوي كام البوت كرنت؟ هيساوي البي نوت طبعا على مجموع التو امبيدنسز التو امبيدنسز عكس بعضيهم او كوميرز كونجنت بعضيهم يبقى الايماجن تايم ميجرنج اه يبقى الباص يطلع كام يا جماعه؟ قصدي الكل يطلع كام؟ يبقى المخاب قصدي يطلع ايه؟ اللي هي الباص بتاع ايه؟ ايوه طيب بشكل ده اي ال وبي نوت في علاقه بينهم ولا مفيش؟ في الفيز بالظبط كده الفيز ولا لا؟ الفيز ان ايه؟ اثنين على اثنين ده ريال اذا في نود واي ال مالهم؟ الاثنين دول ايه؟ ان فيز اول مربع اول مربع طيب تعالوا بقى نحسب البي ماكسيم هتساوي كام في هذه الحاله؟ يبقى البي ماكسيم حط كونديشن عندنا الفصل بتاعنا في بي نود تركيز هو هو المدرس وبعدين الجزء الريال اللي هو زد ال كوساين زد ال هي ار ال ولا لا؟ اللي هي ار ال، ار ال هتساوي ايه؟ علاقتها بالنوت دي ار نوت طبعا. الكونديشن ده هو بتاع ان ده كومبلكس كونجيت يعني ايه الكونديشن ده؟ يعني ان ار ال هتساوي ار نوت ومين؟ واكس ال هتساوي ماينس اكس نوت. ده الشرط بتاع الكارتيزيان طبعا ده هو عظيم. يبقى ده هنا بقى دي معناها ان ده بالشكل ده كده. وبعدين هنا المقام عندي كام؟ كده يبقى 2 ار نوت تربيع 2 ار نوت الكل تربيع. اتحسب يبقى دي مع واحده مني بيطلع كله كام؟ في نوت. مدرس تربيع على 4 ار نوت. ده البي ماكس. البي ماكس بنحس الشكل شبه الدي سي كمان. نحس الشكل بس. نحس الشكل البي ماكس لحد الدي سي نفس الاكسبريشن بتاع مين الدي سي.
بس في فرقين اساسيين. ايه الفرقين الاساسيين بقى؟ البسط بتاعنا ده مودرس البيلوت تربيع. لكن مودرس ماجنتيود ايه؟ اربعه. والمقام اربع اضعاف مين بقى؟ زد نود ولا مش عارف كام؟ لا ريال بطل. اربع اضعاف ريال بطل بتاع زد نود ده المقام. البسط بتاعي مودرس بعمل بيلوت تربيع. خلاص كده؟ تمام. اذا كان الامر كذلك بقى، كان الامر كذلك، احنا هنكون عندنا مساله هتشوفوا من الامتحانات وفي التشيك ايضا شوف برضه ان احنا مش بنطلب. يكون عندي بتكلم عن النقص والبرد والسفير ان انا اقول ايه؟ هات لنا هات لنا زد ال النقص بتاع النقص والبرد سواء كام ولا فين؟ دي نقص لا بتطلب تشوف اسئله ثانيه. بقول لك دي مثلا الزد اللي ركبها في مكانها، الزد اللي انت جبتها جديده حطها في مكانها، واحسب لي بقى شويه حاجات. احسب لي مثلا البولت الفلاني بيساوي كام؟ او كده البدايه الاصليه. احسب لي مثلا السورس الفلاني بيدي باور قد ايه؟ احسب لي كمان يعني اعمل لي الباور بالانس. معناها لازم كل السورس اللي عندك كل واحد بيجيب باور كام؟ لما مين؟ لما اركب الزد القيمه الجديده. وبعدين مثلا اعمل لي الباور بالانس كمان. عشان نعمل الكلام ده هنعمله مع بعضنا في المساله بتاع الاسبوع اللي فات اللي احنا كنا حليناها بالتفصيل وجبنا الايه؟ الزد المتعدده اشتغلنا فيها اللي فيها ايه؟ ربع اي سي وبيراميد. نرسمها مع بعضنا ونشوف احنا هنتصرف فيها ازاي وايه وكده. طبعا مش مطلوب فيها تسال الحاجات دي، لكن انا هنقول ما يجب او ما يمكن ان نطلب من اسئله فيها. نعم. تفضل. ليه؟ خلاص يا جماعه؟ طيب نفس المساله اللي احنا اشتغلنا فيها الاسبوع اللي فات واحنا عاملين جواب وبعدين نشتغل على الكلام اللي بيقول عليه. المسألة اللي كانت شغالة بقى الأسبوع اللي فات كنا جبنا زد نوت كانت تساوي تلت واحد ناقص جي، وكذلك البي نوت كانت تساوي كام؟ أيضا تلت واحد ناقص جي. ليه بقى؟ لأن كان الأي نوت بيطلع بواحد بيطلع بواحد بعضهم من وين. طيب إيه المطلوب مسألة؟ هنقول فاين أي سي بي إكس أي سي بي إكس اللي هو كده كده أند كالكوليت ذا باور ابلاي باي ايتش سورس. دي مسألتين يعني بتقول عليها مسألتين كده، ممكن تكون حاجة زي كده باي ايتش سورس. وايه كمان؟ أول مرة كان عملت كده تشيك باور بالانس. باور بالانس بالمناسبة بتلاحظوا حاجة ممكن في مسائل في الامتحانات اللي بشوفهم ان انا وانا بطلب مضاريب منك بطلب المضاريب اللي ممكن تساعدك في الاجزاء الثانيه. يعني مثلا لما اقول لك فاين اي سي وبي اكس هيساعدك في ايه؟ لان اي سي هجيب وهجيب ايه؟ هجيب الفرق الجهد ده عشان تحسب منه الباور اللي هو بيديك، وما تجيب بي اكس اللي هنا هتحسب منه مين؟ الباور سبلاي اللي بيديك الصوت ده. فانا بجيب لك حاجات كانك بجيب لك الخطوات اللي انت ايه هتستخدمها. يعني انت فعلا لازم تحسب دول عشان تحسب الحاجات الثانيه. طيب يلا ننفذ الكلام ده. يبقى اول خطوه نعملها هقول زد ال تساوي كام؟ هتقول زد نوت كومبلكس كونجكت يبقى هي تساوي تلت واحد زائد جي هوم باور. ادي حاجه. البي ماكسيمم هتساوي كام؟ هتساوي بي نوت ترجع زي ما قلنا على اربعه ار نوت. طيب فين دي نوت؟ اهو دي نوت ترجع تساوي كام يا جماعه؟
يبقى توسع في كام؟ رقم واحد كده؟ واحد حاجة بصفر. ها؟ كام؟ واحد زي واحد باتنين، صح كده ولا غلطان؟ صح. أنا باخد الجزء اللي هي بأربعة وباخد الجزء المنزل بأربعة من غير جي. باخد الجزء المنزل من غير جي، في ناس بتاخد الجي معاها بأربعة. لا باخد الجزء المضروب في جي وبأربعة. طيب، هذا اللي بينه تربيع وأربعة في تلت. يوم يطلع كام الكلام ده كله؟ أعتقد تختصر يطلع كده إذا رفضت حاجة كان اثنين حتى على سدس. ده البي ماكس. طيب نحسب بقى الاي اللي بيساوي كام؟ ها؟ الاي اللي بيساوي كام يا جماعه؟ هيساوي بي نوت على الاثنين ارمان زي ما احنا عارفين. طيب يعني هيساوي تلت واحد ناقص جي على البي نوت الاول على اثنين تلت. يطلع كام الكلام ده؟ نص. يبقى نص واحد ناقص جي. صح كده؟ واحد ناقص جي نص يبقى ايه؟ امبير يعني. طب عظيم. طب البي اي بي يساوي كام؟ هيساوي طبعا اي ال ده زد ال. صح كده؟ يعني يساوي كام بقى؟ اي ال نص واحد ناقص جي. عظيم. زد ال يساوي كام؟ ال واحد زائد جي. يساوي كام الكلام ده؟ يطلع كام يا جماعه؟ حد يقول لي مره واحده كده؟ واحد ناقص جي واحد زائد جي. دكتور الكميتين دول ايه؟ الكميتين دول عباره عن 200 كومبلكس كونجكت. اما تضربي في بعضهم يطلع بقى المربع الماجنتيود بتاع اي واحده فيهم. بط يبقى الكلام ده هيساوي السدس اللي هو نص الثلث يعني، وبعدين ايه؟ دي بتطلع كام؟ اثنين. يبقى ثلث. بط طبعا تساوي صفر، واضح ان طالع ليه؟ بس انت بجيب البي اي بي ليه؟ عشان اعمل بي اي على فكره. عشان اعمل بي اي. عشان باور. احيانا لما يكون حاجه زي كده الناس تفكر ازاي؟ ينسى انه يستفيد بالحاجات اللي عملها. يستفيد بالحاجات اللي عملها يعني يحسب الاي ال مثلا، يحسب فرق الجهد بين يو وبي. وبالتالي عشان يحسب الحاجه الثانيه وما يبتدش يعمل مثلا لوب اناليسيز ولا نود اناليسيز ولا يكبر الموضوع، ده الموضوع بسيط جدا، ما خطوه خطوه يطلع ايه؟ سهل جدا. طالما احنا جبنا البي اي بي يبقى الاي سي اتعرف ولا لا؟ حتى جاوبنا على بعض الاسئله. الاي سي يساوي كام؟ يساوي البي اي بي مرسوم على كام يا جماعه؟ على الامبيدنس اللي هي كام؟ ناقص نص جي. طيب ده هي البص ده كويس. الجي تطلع فوق بالايه؟ تكتب الاشاره بتاعتي بقى الجي ده عادي. طيب والنص اللي يطلع فوق يبقى 2، 2 في كام؟ تلت يبقى كام؟ تلتين، تلتين جي. هذا الاي سي الامبيدنس. كويس؟ انا عاوز اقف هنا حلو. انا هنا حسبت البي اي بي. لو انا كنت طالب من ضمن المطالب اللي هنا البي اي بي، كان في بعض الناس بيلغوا الخطه في الكلام. يقول لي بقى البي اي بي ما انا حسبته قبل كده بيساوي بي نوت. هو صحيح كان هو بيحسب الايه؟ الفرق الجهد بين يو وبي في نوت السلم كان هو الفرق الجهد بين يو وبي. هل الكلام ده صح؟ غلط. الكلام ده قبل ما اوصل الزد. بعد ما توصل الزد ال الموقف اختلف تماما. وبالتالي الموقف عند النقطتين يو وبي يا جماعه ليه ثلاث حالات مختلفه تماما. ثلاث حالات مختلفه. ايه الحاله الاولى؟ سيميلر. بنعمل ايه؟ الاوبزيت. يبقى الاي اللي يساوي كام؟ زيرو. والبي اي بي هو البي نوت طبعا احنا جبناه. طيب الامبيدنس هتساوي كام؟ زد ال هتساوي كام في هذه اللحظه؟ اذا انا عملت اوبزيت كده. ما لا نهايه. ما لا نهايه طبعا يعني من غير تفكير ما لا نهايه. ادي كونديشن. كونديشن بتاع نورتون بقى يقول لي ايه بقى؟ اعمل شوطتي في الايه؟ وصلت ايه وبي؟ فالفولت اصبح بي اي بي يساوي كام؟ زيرو طبعا. وزد ال بالتالي زيرو هي كمان مظبوط؟ والتيار بيساوي كام؟ اللي هو اي نوت اي نوت الاصلي اي نوت مش وصلت الكارت. الكونديشن الثالث بقى مختلف تماما. انا مركب زد ال لا هي اوبن سيركت ولا شوط ولا في شوط. خلاص؟ يبقى في اي ال ثاني بنحسبه وفي كام؟ وفي بي اي بي بنحسبه. ده يتحسب له بس. خلاص يا جماعه عندنا ثلاثه كونديشن مختلفين ديترمينيشن ال اي بي يا اما زد ال بتاع ماكسيموم باور يا اما اوبن سيركت يا اما شورت سيركت. 3 ديفرنت سيتويشن. جميل. نكمل. احسبنا الاي سي اهو كده. طيب التيار بقى بالمناسبه لو انت عملت كيس ال هنا بقى التيار ماشي هنا كام؟ اي سي زائد اي ال. دكتور نعم؟ سؤال بس اتفضل. سيتويشن ثاني اللي هي زد بتاخد ماكسيموم باور او كده؟
وشورت سيركت مره واوبن سيركت مره بس يعني النقطه اللي سيركت هنا. طيب التيار اللي ماشي كده يا جماعه على الاكسل. طيب الاي سي زائد اي اللي زائد بالمناسبه ادي الاي سي اهو فين الاي اللي مش انا جبته اهو يبقى انا عندي كلام ده نص لواحد ناقص جي زائد 2 جي يطلع كلام ده مع بعض يا جماعه ريال نص اهو وبعدين دي ناقص نص جي وزائد 2 جي يبقى كام؟ سدس مش كده؟ سدس بالنظر زائد زائد يبقى زائد سدس جي ده مين؟ التيار ده. التيار ده انا استفيد منه في ايه بقى؟ التيار ده اللي انا حسبته حالا استفيد منه في ايه؟ احسب الباور صلاي بمين؟ السورس اللي هي السورس اللي هو ربع اي سي الديبندنت سورس ربع اي سي. طيب السورس الاول خمسة دول كده هنا كمان السورس ده يا جماعه هيقول لي كده الباور سبلاي بالربع اي سي يساوي ريال بارت اوف اوف ايه بقى؟ ها هنقول كده الباور سبلاي الديبندنت سورس ربع الاي سي هيساوي ريال بارت اوف مين بقى؟ بص بالظبط كام؟ ربع اي سي ربع اي سي ده بص في مين بقى؟ في التيار اللي ماشي من فين؟ كومن سورس جدا اللي ماشي من النقص الزائد في داخل مين؟ داخل السورس وعمل له كومن سورس التيار اللي ماشي من النقص الزائد بقى مين بقى؟ سالب يبقى هتقول ماينس اي ال زائد اي سي كده وبعدين تعمل ده مين؟ كومبلكس كونتريبيوتورز. احنا فهمنا كويس التيار انه حساب الباور مظبوطه اللي ممكن السورس ده يغذي بيها نتورك لازم التيار يكون داخل في سورس منين؟ من ناقص للزائد. انا حسبت الاي ال بالشكل ده يبقى انا عاوز ايه التيار اللي ايه المقبول. طب الكلام ده سوى كام بقى؟ تحفظ كده ريال بارت ايش الكلام ربع سيبين اي سي سيبين اهو يا جماعه ربع يبقى كام بقى؟ اسم ده على 4 يبقى كام؟ يبقى سوس جي يبقى ده سوس جي عظيم. الحتتين دول بالنقص يبقوا كام؟ نسيبهم بينا كده على جنب هنقول اول ماينس اي سي زائد اي ان يبقى كام؟ قبل ما اعمل كومبلكس كونتر احنا قلنا اشتغلوا صح واحده واحده واشتغلوا صح يبقى احنا هناخد ده بالشهاده النقص وخلاص يبقى ده يساوي كام بقى؟ يساوي ناقص نص ناقص سوس جي مظبوط كده يا جماعه؟ طيب عاوز تاخد الكومبلكس لوجي بتاعه يبقى ايه بقى؟ يبقى نص نص زي ما هي وزائد يبقى كام ده الضرب كام بقى؟ نص نص زائد سوس جي عظيم يلا بقى نحسب الكلام ده سوا كام؟ الجي ده في الريال بيور ايماجينري مظبوط؟ مش هجيب حاجه يعني الكلمه اللي تظهر ده مش هتطلع لك ريال بقى طب مين اللي هيطلع اللي بعد كده؟ سوس جي الضرب بكام؟ بسبب الجي برضه يبقى كله كام؟ ناقص ناقص الجي في البيع الكلام ده سوى كام؟ ناقص 1 على 36 مرة مظبوط كده كام؟ عايز تقول ناقص مفيش مشكلة ده انت متوقع طبعا انت بتخسر من سورس ممكن بعضيه يطلع ايه؟ نقصان طيب نشوف بقى السورس الثاني السورس الثاني الواحد ايه؟ الواحد امبير ده عاوز عشان احسب السورس لازم احسب مين؟ فرق الجزء ده كروس السورس ده هو طيب فرق الجزء ده انا معلمه عاوز احسب بيتس بيتس يساوي كام بقى؟ التيار في الامبيدنس التيار اللي ماشي هنا كمان كام يا جماعه؟ كام كسر؟ ده واحد كده ايه داخل وده خارج يبقى كله كام؟ لو سميت اي اكس لو كمان هقول ان اي اكس عندي اي اكس هيساوي واحد ناقص مين بقى؟ ناقص الاثنين دول اللي هو مين؟ اللي هو ناقص نص اكتبها الاول اكتبها الاول ناقص اي ال زائد اي سي هذا ابتداء الاكسبريشن نعوض الارقام يبقى ايه واحد ناقص نص يطلع نص ناقص نص نقص منه واللي ناقص يبقى كام بقى؟ زائد سوس سي جي كده مظبوط؟ ناقص 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 احنا سالب بره احنا خدنا سالب بره مظبوط تمام سالب سالب كده صح خلاص كده؟ اذا جي اكس هيساوي الميلان في كام اهي؟ نص واحد زائد جي في الكلام ده هو نص ناقص سوس جي تساوي كام بقى الكلام ده؟ نضرب ولا لا؟ طيب يلا نضرب نص نص بروح
يبقى ايه سدس سدس في ربع على 24 سدس زائد ربع يطلع كام نعم واحد على 24 كله هنضرب بعد الضرب خلي النص اللي بره شويه خلي النص اللي بره شويه يعني احنا نضرب احنا عاوزين نوصل الارقام بالكامل مع بعضنا عشان نعرف جوه الايه الباور بالانس شغال ازاي هي تلت زائد سدس جي كله تلت زائد سدس جي الناتج النهائي تلت زائد سدس جي كده صح؟ طيب ده الـ A ده الـ BX إذن الباور سبلاي بالواحد أمبير هتساوي كام بقى الريال بارد بتاع الـ BX بكام الواحد يساوي الريال بارد روب ها BX أول بالتل زائد سدس جي كويس كده في واحد الريال بارد كام تلت عامل تلت واحد أرجو إن إحنا إيه إن إحنا صح مظبوط يا جماعة؟ طيب اللي فاضل بس حاجة نشوف بقى البي سبلاي توتال حسبنا الاثنين حسبنا الاثنين اذا البي سبلاي توتال من الاثنين سدس على بعضيها هتساوي كام؟ ادي تساوي دلتا كويس كده؟ والثاني كام؟ ناقص واحد على 36 وات يبقى ايه لو عملنا المقارنة 36 36 على 36 12 ناقص واحد يبقى 11 على 36 وات ايه ايه التوتال باور سبلاي عندنا نشيك الباور بالانس نشوف التوتال ها باور ديسيبيتد الباور ديسيبيتد فين وفين؟ في حاجتين بالظبط كده دي عباره عن واحد طول المدى مع مين؟ مع 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 الواحد مع الجي يعني وبعدين وزيد ال زيد ال الباور بتاعها اسمها ايه بقى؟ اسمها بي ماكسيم احنا جبناها حاجه الباور زيد ال هي بي ماكسيم حسبناها جاهزه محسوبه جاهزه يبقى البي سبلاي توتال بي ديسيبيتد توتال بي ديسيبيتد توتال هتساوي الباور في الواحد اوم يبقى بي اكس مودلس تربيع على واحد زائد البي ماكس يساوي فين البي اكس؟ البي اكس فين يا جماعه؟ اهو يبقى ده بيساوي كام بقى كده؟ ها؟ ربع ده وربع ده يبقى كام؟ يبقى 9 زائد 1 على كام؟ على 36 ده مين بقى؟ ده البي اكس تربيع على واحد خلاص يبقى كده وبعدين زائد كام؟ زائد بي ماكسيمم، بي ماكسيمم بيساوي فين؟ فين احنا حسبناه فين؟ سوتس بي ماكسيمم سوتس احنا حسبناه فين؟ ناتج ثاني سطر تمام زائد سوتس يساوي واحد من الارقام بقى خلاها كام؟ 36 يبقى دي كام يا جماعه؟ 4 36 والواحد يبقى 5 5 و6 11 وبعدين ده السدس يبقى 6 يبقى 11 كده مظبوط يبقى احنا مظبوطين يبقى اذا الباور ايه؟ بالانس از اوكي تمام؟ ارجوك نحلها في الجيم تاني نحل المسألة في الجيم تاني كده واحدة واحدة على مننا ونشوف ايه كده هيحتاج له مسائل كتير من الديزاين على فكرة ممكن اقول لك هات الانبوت هات مش عارف سيب الايه سيب الايه الدور حوالين هذا الدور حوالين هذا واللي انا عاوز اقوله استفيد باللي انت عملته دايما الواحد يستفيد بالعمل ما يحلش من جديد لان في ناس تحط لي زي ال اه بالقيمه الجديده يبتدي يفكر في المساله من الصفر يعمل لي نوت اناليسز يعمل لي نوت اناليسز يعمل لي مش عارف ايه يعمل لي تخطيط ايه لا استفيد باللي عملناه اتفضل افندم ما هي واحد قوم يا باشمهندس فين بقى هي نص بالظبط المربع ده ما نسيت الاسبوع اللي فات مكتوبه هنا نعم الامبيدنس الايكوفلنت يا يو اس سادة يا يو اس سادة انتوا ناسيين حاجة دي كانت ايه الاصل كانت كده كده دي واحد ام ودي جي واحد ايوه صح اصل الموضوع كده انما النص دي بعد ما عملنا الايكوفلنت الامبيدنس الايكوفلنت خلاص طيب فهي واحد يبقى البي اكس على طول النص الواحد ام يبقى كده نص كده انا ده طبعا اتكلمت على سنين فاكرين الاسبوع اللي فات طيب على العموم خلاص كده يا جماعه في سؤال احنا غطينا الموضوع بالتفصيل وحسبنا بالارقام خطوه بخطوه مفيش حاجه بقى يلا نخش الموضوع الجديد تماما نعم لا ملهاش
يا جماعة ده يتسلم الدجال عبارة عن موبينو سيريز مع زيت نوتو بس ده اللي مفتوح حد لو توصلت ما هي هنا لا وسؤالك برضه مفيش شيء خليكم معايا دماغه بيحصل بيقول لو انا عليه وحط انا زيت ال مع دايره السمبليفايد اللي هي بتاع سجن اليمين يعني يعني زيت نوت كده يا جماعه زيت نوت على طول كده انا هحقق البي نوت اهو ولا زيت نوت هاي سيريز معاها ولا زيت ال حسبناها اهوت على الايه يعني الوقت بالانس لا يا باشمهندس مش مطلوب دي خالص مش مطلوب دي اطلاقا مطلوب دي اصليه من لما تركب فيها مين النقطه بالمناسبه يا جماعه بالمناسبه الدايره السيمبليفايد دي اللي بنسميها سيمبل اكوفالنس الباور فيها نظام الباور فيها اللي بيديها السورس طبعا ريموت بس ده باور سبلاي ده بنمسك طيب الباور ديسيبيلي بتروح فين وفين بقى؟ زد الاثنين ازاي؟ زد نوت وزد ال بنسبه كام؟ 50% على طول معروف ليه؟ ان نفس التيار والجزء الريال هنا بتساوي الجزء الريال هنا يبقى الباور بتطلع من البي نوت بت ايه؟ 50% هنا اللي يروح من الزد نوت و 50% بيطلع على الصور على النوت بس كده؟ طب السؤال السؤال هنا بالمناسبه هل الباور سبلايد باي بي نوت هي الباور الاصليه؟ لا الاجابه لا خالص ما بيساووا بعض هنا بس مش لا خالص كل دايره بذاتها كل دايره بذاتها الباور بالانس فيها انما الايه الباور سبلاي باي بي نوت ما بيساويش اطلاقا يا جماعه الباور سبلاي بسورس الاصليه اطلاقا ليه؟ لان الدايره الباسف دلوقتي ده حاجات الباسف اللي ما احنا عندنا لازم الباور سبلاي تساوي الباور ديسبيت طب الباور ديسبيت دي هل العناصر اللي في الدايره اللي وصلت هي العناصر الاصليه؟ طبعا لا خالص اختلفت تماما فبالتالي الباور ديسيبيتد هنا مش هي الباور ديسيبيتد في الدائره الاصليه يبقى الباور سبلاي اللي هنا ما بتساويش الباور سبلاي لا خالص ده الباور سبلاي بيساوي الباور سبلاي وبالتالي الباور ديسيبيتد لا تساوي الباور سبلاي خلاص يا جماعه طيب عظيم ما في سؤال تاني في الموضوع دوت عشان نشطبه خالص هنتكلم عن الناس الكبديه لا التاثير على زيت ايه مفيش تاثير مفيش تاثير خالص ها يا جماعه تاني برضه هتكلم على حكايه الايكوفالنس دي زميلكم بيسال هل الدايره ده اهي في تاثيرها على زد ال مختلف عن الدايره دي؟ الاجابه لا التاثير على زد ال ما اختلفش خالص وبالتالي الايكوفالنس عند ايه وبي من حيث فرق الجهد ومن حيث التيار تسير الايكوفالنس المجهول بين هذه الدايره بتاعتهم والدايره الاصليه عند ايه وبي از ايدنتيكال بمعنى ايه؟ اللي فرق الجهد عند ايه بي از سيم والتيار المسحوب زد ال از سيم هو يبقى اذا انت كان سالني فين؟ التسع نقط في هو قبل كده طيب ما غير ذلك طيب يا جماعه عندنا موضوع فرق الجهد بقى موضوع جديد اسمه قوي سيركس اند ترانسفورمر ده مش داخل بالكل اللي جاي انت يعني كابل سيركت ايه كابل سيركت يعني ده لازم نتحدد في ده ولا بيبقى طالبهم سيركت اصلا في الصباح اللي لازم تحط بص ده في ايه مش موجود اه ده جنبي مش عارف كده خمسه ونص مش عارفين كلام خالص ونركز وعندنا سؤال هنقول السؤال وهو انت طيب بنتكلم خبر سيركت يعني دايرتين او دوائر مرتبطه مع بعض عندي دايرتين مرتبطين زي دايره واحد ودايره اثنين الطاقه
بتنتقل من الدوائر لبعضها مش عن طريق اسلاك توصيل ولا حاجه خالص، بتنتقل عن طريق المجال الكهربي والمجال المغناطيسي عن طريق المغناطيسي. فيه او مع الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد هو كمان بس الاثنين ده هما لازم نقولوا ايه يا جماعه؟ فارينج ويز تايم. فارينج ويز تايم. مره ثانيه انتقال الطاقه من الدائره الثانيه الانرجي طبعا صدفه القطع الانرجي مطلوب بها يعني طبعا الالكتريك طبعا بالتاكيد بتبقى عن طريق المجال المغناطيسي او المجال المتغير مع الطاقه. لو كان عن طريق المجال المغناطيسي بنسميه ماجنتيك دبل، لو كان عن طريق المجال الكهربي بنسميه الكتريك. طب احنا موضوعنا اللي هندرسه مين؟ الموضوع واحد اللي هو الماجنتيك دبل. الموضوع بتاعنا اللي هندرسه اللي هو الماجنتيك دبل يعني مجال مغناطيسي ماجنتيك دبل. طيب ازاي بقى عشان نشوف الموضوع ده؟ اول شوف كده رسمه بسيطه كده، ناخد رسمه كده عباره عن ايه؟ ايرون فور بالمنظر ده كده زي ما انت بتعمل ده ايرون فور. طيب هجيب هنا ملف كده واعمله بالشكل ده كده كويس وانزل ده بايه؟ بصوص هسميه بي واحد وماشي طيارة اي واحد وهسمي ده كويل واحد نعمل ده واحد وحاجة لكم كده كويل تاني زي حاجة زي كده واسيب اطرافه كده بشكل ده سيبه دلوقتي بشكل ده. طيب عندي اذا كويل اثنين وكويل كام يا جماعة؟ كويل واحد وكويل اثنين. طيب الكويل واحد في مصدر بطاقة عادي الفولتج ده هيمشي طيار اي واحد. يكون بقى ان الطياره واحده بيعمل ماجنتيك فلكس فاير. طياره اي واحد يعني عندي دي واحد بيولد اي واحد والاي واحد ده بيولد فلكس او ماجنتيك فلكس فاير. ايه اي واحد بقى وعلاقته بالطيار؟ انا فكرته بس كده باختصار الاتي. عارفين طبعا في الفيزياء او حتى احيانا بيقولوها في الرياضه ان انا عندي الاتش اللي هو مين؟ الماجنتيك فيلد. الاتش دوت الماجنتيك فيلد ماله؟ ايه علاقته بالطيار؟ الماجنتيك فيلد دوت. اي تيار بيعمل ايه؟ مجال مغناطيسي. بتقول مجال مغناطيسي مغلق. لو انت عملت الانتجريشن اللي هو الاتش ده دوت دي ال اللي ده هو المسافه يعني على المسار على الكروس لوب يوم يطلع مين؟ الكرنت. ان انتجريشن فكرته بس الماجنتيك فيلد مع الايه؟ على المسار وبعد كده اللي هو دي ال يطلع مين؟ الكرنت. طيب ايه كمان؟ بعدين عندي في كميه اسمها بي بتساوي بيو في اتش. نربط الموضوع ببعضيه. اتش ده المجال المغناطيسي اتفقنا؟ البي ده اسمه ايه بقى؟ اسمه فلكس دنسيتي. فلكس دنسيتي يعني ايه؟ الفلكس لكل واحد مساحات ومجهود في اليونت كارير. طيب الاتش مجال المغناطيسي خلاص اللي يرجع بره ايه بقى؟ اللي هي بيرميابيلتي. طيب واخد ايه بقى؟ ان انا عندي الفلكس باي بيساوي انتجرال البي دوت دي اريا. يعني البي ده الفلكس مليون اريا بيعمل انتجريشن مع الاريا يطلع منك الفلكس باي اللي هو ايه؟ بنتكلم عنه. اذا الفلكس باي ده فلكس والكرنت اي بينهم علاقه. وانس ان في كرنت يبقى في فلكس. خلاص يا جماعه؟ هي القصه اصلا ماشيه بالشكل ده. في عندي ال H magnetic field مرتبط بال A current كذا وعارفين طبعا ايه اذا الفلكس اللي هو عباره عن integration بتاع ال B الفلكس density اللي هو مرتبط بال H ال U القصه بالشكل ده كده يبقى في علاقه بين مين؟ بين الفلكس باي والكرنت. فبنقول دايره واحد او كل واحد في نقطه سورس كده هيمشي طبعا تيار اي واحد. اي واحد يعمل ايه بقى؟ يعمل فلكس باي واحد. الفلكس باي واحد يمشي ازاي بقى يا جماعه؟ هيمشي بالشكل ده. طيب جه الكلام ده منين؟ يقول لك بقى عشان تعرف الدايركشن بتاع اللي هو التيار الفلكس لاينز والكلام ده كله تعمل خارطه اليد اليمنى. ايه اليد اليمنى؟ يقول لك الاصابع دي اتجاه مين؟ اللفت. اتجاه الملف وده اتجاه مين؟ الكرنت.
فلو كان التيار ماشي كده يبقى مين؟ يعني ده على فكره الكرنت اسمه الاثاره اللي الكرنت يا جماعه وده الفلكس تاني الاثاره الاربعه دول اتجاه الكرنت اللي الكرنت ماشي في اللف ايوه كرنت في اللف والدوت اللي جابنا اللي هو بتاع مين جدا فيبقى الفلكس كام؟ الفلكس ايه؟ ماشي سؤال ايه الايرون بورد بقى؟ الايرون بورد ماده من الحديد بتمثل مسار جيد بالنسبه للمجال المغناطيسي المجال المغناطيسي الهواء ليه ريلاكتنت او ليه يعني ايه ريلاكتنس جامده او يعني في معوق جامده ليه لكن بنعمل الحديد ده عشان يمثل ايه مسار سهل عشان يجذب خطوط المجال المغناطيسي وتمشي فمعظمها يعني يمشي طيب عفوا جت خطوط ايه جت كده اذا في جزء كبير من الطرح في جزء هيروح طبعا الطرح ماشي ماشيين دلوقتي لكن جزء كبير من الطرح يعدي 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 كده ويجي بالشكل ده كده الفلكس اللي بيعدي ده يا جماعه بنسميه لينكج فلكس لينكج فلكس الليندي ده الليندي عن مرتبط يعني انت هتجيب فلاكس بالشكل ده كده هتجيب لف ملفوف هنا كده هتجيب انت ايه لف كده بالشكل ده طيب يعمل ايه بقى؟ يلينك الفلاكس ده هيلينك يرتبط يعني يخش جوه مع اللفات ده يعمل ايه بقى؟ ده اللي هنقول حاجه نيجي مين بقى؟ نيجي سيد فاراداي فاراداي بيقول ايه فاراداي؟ قانون فاراداي نسميه فاراديز لو فاراداي لو فور او او الكترو ماجنتيك اندكشن الكترو ماجنتيك اندكشن لو انت شايف كده كده الكترو ماجنتيك يعني فيها ايه كهرباء مغناطيسيه الكترو ماجنتيك اندكشن اندكشن انا بحسها اندكشن بيقول ليه القانون ده بالظبط بيقول لو في فلكس بيلينك ويز كويل والفلكس ده بارينج وستاين الفلكس ده بارينج وستاين كما هو الحال يعني بارينج وستاين يبقى ده يعمل ايه يا جماعه؟ يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى انديوز فولتج يؤدي الى انديوز فولتج ده قانون فاراداي ده ايه؟ سيستم بتاع فاراداي في انديوز فولتج يتكون لما يحصل ايه؟ مجال مغناطيسي يرتبط بمين بقى؟ بملفات بتاع كويل ملفوف اللي هو الكويل رقم 2 بالشكل ده طيب يطلع ايه نتيجه هذا الكلام؟ الديوز فولتج هنا بقى يبقى النقطتين دول ايه؟ فولتج سي اسمه بي 2 سي انه زائد فولتج سي كده كان زي كده طيب في فرق كده بيتولد حسب قاعده فاراداي ايه ده وده والايه والمجال المغناطيسي اتفقنا انه بارن وستاين وكل حاجه لو انت جيت بقى حضرتك كده ورحت حاطط هنا امبيدنس شبكها بالطرفين دول زي كده دور الطيارة. اوكي. عايش طيارة ولا لا؟ عايش طيارة عايش. يبقى احنا لو جبنا امبيدنس لو في اف ان امبيدنس ان امبيدنس زد ال ان امبيدنس زد ال اس كونكتد اس كونكتد اد ترمينالز طبعا ترمينالز اللي على النطف عندها يعني بس انا اذا يبقى الكرنت سي اي 2 كلوز لو يمشي يعني حركه خلاص طيب الكرنت اي 2 ده المنشن التالي يبقى زد ال هتابسورب انرجي ولا لا؟ باور هتابسورب باور ولا لا؟ طبعا مش فيها تيار يبقى فيها باور اي تربيع فيها الضغط بتاعها ولا لا؟ اي تربيع فيها الضغط بتاعها مظبوط يبقى اذا ايه؟ اذا الدايره 2 اللي ما كانش فيها سورس مفيش اسلاك توصيل بين الدايره 1 والدايره 2 يا جماعه تولد فيها كام؟ تولد فيها تصفح او تخلص يبقى اذا اقول كده باور اذا يعني اي بي كان كويل 2 او سيركت 2 تعالى نسميها سيركت 2 سيركت 2 مالها جينز باور جينز باور هنقول ايه بقى؟ بالرغم من عدم وجود اسلاك توصيل من الدايره 1 اللي بتغسل مين؟ يبقى سيركت 2 كينز باور ايه؟ ان سبايك اوف ان سبايك اوف بالرغم من ان سبايك اوف ده ايه بقى؟ اللي هو اللي ما فيش ده ابسنس
absent اللي هو ايه؟ مش مهم موجود يعني ده absent of connecting wires on connecting wires or connecting wires between واحد واثنين باختصار كده عشان ما تفهمش الكلام. الاثنين كان الباور هو الانرجي يعني اللي كان ايه بين الدايره واحد مين جت منين او طبعا قصد الباور موجود عند الدايره واحد ايه بدون ما في اصلاح توصيف من الوقت وكمان بدون ما صوص مش هتصوص زي كمان ده اللي هو ما في الكابل دي انتقلت الطاقه من الدايره واحد producing energy للدايرة الثانية consuming energy عن طريق المجال المغناطيسي. مش حد تاني طبعا كده المجال المغناطيسي تمام. ده اللي ايه اختصار التحول او يعني الايه القلب الموضوع بتاع الماجنتيك كارد من شكل. طيب نكمل المناقشه. طيب اي 2 مش تواجد. طب ما هو اي 2 كمان هيطلع فلاكس باي 2 يا جماعه ولا لا؟ فلاكس باي 2 صح كده؟ طب ما باي 2 ده برضه قد يكون لفوق او لتحت معرفش كده يعني جايز يجي كده في اتجاه منظم علينا من اتجاه دلوقتي ان باي 2 ده اهو هيروح لمين؟ لسيركت واحد هيلينك معاه ولا لا؟ هيلينك معاه يبقى هيعمل ايه؟ يبقى هيبروديوس فولتج. فولتج فين؟ ان سيركت واحد. ان سيركت واحد الواحد يمكن يسال دلوقتي طيب يا ترى الفولت ده هيبقى مع في 1 ولا ضده؟ ممكن ده ممكن ده احتمالين موجودين معلينا من هذا الوقت معلينا من هذا يبقى معناها كان الدايره 2 بتاثر على واحد بالماجنت كابل ولا لا؟ اه يبقى دايره واحد بتاثر على 2 بالماجنت كابل ودايره 2 بتاثر على واحد بالماجنت كابل يبقى الماجنت كابل از باي لاترال ولا لا؟ الاجابه ايوه باي لاترال يعني ايه؟ في الاتجاهين دايره واحد بتاثر على 2 وبالتالي 2 بتاثر على تأثير متبادل أو باي لاترال. كده كده إذا وصلت كده يعني إذا ماجنتيك كارلينج إز باي لاترال في الاتجاهين زي بعض يسموها باي لاترال. باي لاترال. يا جماعة؟ طيب ده فكرة فيزيائية جاية من الشكل ده. إحنا عاوزين بقى نعمل دايرة عشان نشتغل عليه مش قولنا الدوائر يبقى عندنا دايرتين عندنا دايرتين بينهم ارتباط مغناطيسي اه عاوزين بقى نعملهم فورموليشن كده او نعمل كوفرنت سيركت عشان نشتغل عليه بعد يلا نعمل هذا. قبل ما نعمل هذا بقى نعمل كوفرنت سيركت تعالوا نعمل تعريف ديفينيشن Yeah.
عندنا حسب القواعد اللي هي بتاعتنا ان الفولتج هيساوي كام ال دي اي باي دي تي زي ما احنا عارفين السيت السيت الفقري بيقول ايه بقى؟ بيقول لك ان دوت ايه معدل تغير بديل فاي توتال دي تي يعني الموضوع لازم يكون بيتغير مع فاي ولا مفيش بقى ايه؟ مفيش طبعا مفيش شغل بتاعنا خلاص؟ فرضيه بيقول ايه تاني؟ ان الجزء المنتج هو الفولت اللي كان موجود هو معدل تغير التوتال فلكس اللي بيلينك مع مين؟ مع الفوي كله بايه؟ بالنسبه للفاي. الفلكس ده ايه هدفه الفاي؟ جاي منه ولا لا؟ جاي منه. هنتكلم عن تاني واحده. يبقى اذا ال يساوي كام يا جماعه؟ اذا ال هيساوي دي فاي توتال دي مين؟ دي ار. دي اسمها سيلف اندكتنس بقى. دي اسمها سيلف اندكتنس. دي سيلف اندكتنس بتاعت الكوري اللي بنتكلم عليه ده. سيلف اندكتنس وحدتها طبعا هي اللي كمان عملتها. وحدتها هي اللي كمان عملتها. خلاص يا جماعه؟ اذا سيلف اندكتنس يبقى انا عندي كوري واحد وكوري اثنين. كوري واحد دي اندكتنس ال1 هنا. طيب. من عندي ال1 هنا وكام؟ وال2 هنا. كل كويل ايه سيلف اندكتنس عظيم. طيب تعالوا بقى نشوف بقى كانت تتكون ازاي. الفلكس ده لو كان مع الدايركت في نفس الحته يبقى دي سيلف اندكتنس. طب تعالى بقى الفلكس اللي هو راح الناحيه الثانيه وسميناه لينكج فلكس. اللينكج فلكس ده بقى بيندوز فولتج بالاثنين دول عليه. فالاندوز فولتج اندوز فولتج V2 بنتكلم عليه حسب قانون فاراداي ان هو دي فاي لينكج توتال برضو على ايه؟ دي تي. ده فاراداي بيقول الكلام ده. دايما الفولت اندوز معدل تغير التوتال فلكس بالنسبه لايه؟ للفايز. ده بقى طيب السؤال دلوقتي ايه علاقه الكلام العظيم؟ هنقول ايه؟ هنقول ده اما دي اي واحد باي دي زي ما كنا بنعمل الحكايه دي يا جماعه. بصوا معايا كده ده وجهه نظر السيركتس ده وجهه نظر الفيزياء على الفرادي ده وجهه نظر الفرادي هنعبر عنها بالمنطق السيركتس بالمنظر ده حيث ام دي بقى اللي هنسميها مين؟ ميوتوال اندكتنس. ميوتوال اندكتنس ايه الفرق بينها وبين السيرك اندكتنس؟ الاد ان الباي لينكج دوت والتيار ده هو صاحب الباي لينكج ده بسبب مين؟ التيار اي واحد اي نعم ولكن الاد الباي لينكج في حته في الدايره الثانيه واي واحد فين؟ الدايره الاولانيه. يبقى الفلكس في حته والتيار في حته. عندما اقول الفلكس في مكان والتيار في مكان يا جماعه يبقى لها هتبقى كم بقى اللي اسمها نيوتن اندكتنس. اذا نيوتن اندكتنس بتقارن بين حاجتين تيار في حته وكرنت فين؟ في حته. يبقى اذا ام تساوي كام؟ اذا ام هتساوي ايه؟ يبقى دي باي لينكج التوتال اللي قلنا عليها ديت يبقى كده دي مين بقى؟ دي اي واحد. مرة تانية البسط بتاعنا ده في حتة والتيار ده في حتة تانية. الفاي لينكج توتال ده في دايرة اثنين والاي واحد في دايرة واحد بس طبعا اوعى ننسى ان الفاي لينكج بسبب اي واحد طبعا ها بس هو في مكان تاني خلاص؟ اذا كان ايه دايما العلاقة دي يعني عند شيء في مكان مكان في مكان تاني هيكون دايما في بيوت ولا في ترانسبير او شيء في مكان تاني. طيب عظيم يبقى اذا الدايرة المرسومة على الخطوات دي عاوزين نعملها كوبي مثبت يا جماعة. الدائرة دي عايزين نعملها ايه؟ الدائرتين دائرتين دايرة اللي هي في الأول اللي فيها في 1 والدايرة اللي فين؟ في الثانية اللي ما فيش بقى ايه؟ سورس خالص. ما فيش بقى سورس خالص ولكن هي ايه؟ ايه اللي بيربطها بالدائرة الأولانية؟ بالأير موتور والفلكس والقصة دي كلها. طيب احنا بنبحث عن مين؟ عن الكوفيلاند سيركت. بنبحث عن الكوفيلاند سيركت الدائرة. حول من ايه؟ سيركت واحد، اولا في مسمى يا جماعه الدايره الواحد دي هنسميها بقى من دلوقتي عشان احنا هنشتغل ترانسفورمر وبالنسبه للترانسفورمر ما هو الا كابل سيركت. الترانسفورمر اللي هنشتغل عليه برضه نفس الشابتر ده بتاعنا هيكون هو ابلكيشن على مين؟ على كابل سيركت بل هو كابل سيركت مباشر. طيب المهم هنسمي دي برايمري كويل واحد او دايره واحد دي برايمري والدايره دي تبقى سكندري عشان نخش على الترانسفورمر بنفس المسميات بايه؟ بنسبه. طيب عظيم
يبقى اذا اداره الضرائب لها ان تدرس ايه الورقه اللي ونت كويس. طيب الدايره دي الفويل ده كان موجود مقاومه المقاومه طبعا لكن دي مقاومه قد تكون مقاومه صغيره بس مقاومه يعني المقاومه دي ايه هنسميها ار واحد وتبقى بتاعت مين بقى؟ الار واحد هي بتاعت الايه؟ الكويل ار واحد وعندنا سورس بالشكل هنا هيبقى في واحد زائد ناقص هو التيار اللي ماشي حسب هو واحد وبعدين في دايره عندي هنا ال 2 هي في مقاومه ايضا ار 2 هي وبعدين في جزء اللي هو مين؟ زد ال بالشكل عشان اقول ان في ارتباط بين البرايمري ده والسكندري ده هنعمل تابع على الاقل يا جماعه هنعمل سهم كده اهو سهم كده اهو قلنا ايه؟ ام الفريقين دول مرتبطين مناصيا بينهم يوجد البطل سهم تعال نشوف بقى معدلات نكتبها ازاي شوف معدلاتنا نتكلم ازاي بنعمل هنعمل كده ايه الايكويشن تعال بقى نعمل كده ايه الايكويشن ايه بال طيب الاولاني هقول بي واحد طبعا هيساوي كام؟ هيساوي الضرب فين يا جماعه؟ الضرب على الواحد يبقى اي اصغر واحد مش هتنقص ازاي الضرب على مين بقى؟ على البوينت ال واحد يبقى زائد ال واحد دي اي واحد باي دي تمام؟ ماشي هل الداله دي لوحدها كده؟ لا الداله دي لوحدها ولا مع توقع النص الثانيه؟ توقع النص الثانيه هنقول ان نتيجه ان اي 2 طبعا ان اي 1 هيبقى هنا اي 2 ماشي كده سيل ان اي 2 هيولد انديوسد فولتج ان ذا برايمري قيمته بتساوي ام في كام بقى؟ دي اي كام باي دي؟ دي اي 2 بالظبط كده صح 2 هقول بقى السكندري ده هو اي 2 يبقى انديوسد فولتج هنا هيبقى كام ام دي اي 2 باي يا ترى ده هيجمع على بي 1 ولا ضده ما اعرفش عارف حطه زائد ناقص دلوقتي حطه زائد ناقص دلوقتي بس كده عظيم المعادله الثانيه صفر يساوي صفر ايه في السورس يعني في السورس هيساوي الضربات الموجوده ايه الضربات الموجوده يبقى هيساوي اي 2 في ار 2 زائد ال 2 دي اي 2 باي دي بس كده وبعدين زائد ايضا اي 2 في زد ال عشان زد ال موجود وبعدين زائد الجزء فولتج نتيجه مرور اي واحد اي واحد اللي ماشي في الدايره البرايمري بيندوز فولتج في السكندري قيمته ام في كام؟ دي اي واحد باي دي تمام يبقى انا عندي هنا ام دي اي واحد باي دي وبرضه اه قدر زائد او وعلى بالمناسبه الترم ده يا جماعه اللي هو الاندوز فولتج في السكندري هو مصدر الطاقه مين؟ في الدايره مين؟ تاني اي 2 ممكن يطلع بصفر لو الترم ده مش موجود صح كده؟ اللي كل دي بس برنت سهل كل دي بس برنت فدلوقتي الترم ده الانديوس فولتج السكندري هو السورس هو مصدر الطاقه في دايره الايه؟ السكندري خلاص يا جماعه؟ ده اللي هو مين بقى؟ التايم دومين بتاعنا طيب عاوزين نحوله لفريكونس دومين ده التايم دومين هو نحوله لفريكونس دومين طب هنعمل ايه بقى؟ فاكرين الكلام ده احنا قلناه قلنا بنتكلم على ساين سويتال ساين او كوساين ايه؟ قلنا ساين او كوساين جزء من مين؟ اي اس جي اوميجا دي صح كده؟ وبعدين الاي اس جي اوميجا دي الداله دي بتمتاز بايه؟ بتفضلها كانك بتضرب بمين؟ في جي اوميجا بتكملها بتقسم على مين؟ على جي فانا عندي هنا تفاضل يبقى كل دي باي دي بتساوي كام؟ جي اوميجا وايه كمان؟ وبدل ما الحروف الصغيره بتاع الطين دي نحط الحروف الكبيره اللي هي ايه؟ اللي هي هم صح؟ اقول لك يبقى الفريكونس كمان بتاعنا هنا دي بي 1 كبيره كده كومبلكس اساسي اي واحد هو ار واحد زائد بدل دي باي دي يبقى كام؟ جي اوميجا ال 1 بس كده وبعدين زائد او ناقص جي اوميجا ام في مين؟ في اي 2 ده المعدل رقم 1 المعدل رقم 2 او صفر يساوي اي 2 في طبعا ار 2 زائد جي اوميجا ال 2 زائد زد ال وزي ما هنقول كده هنقول ايه؟ زائد او ناقص جي اوميجا ام في كام؟ في اي 2 لا ثانية ده اي 2 كده ودي اي 1 اي 1 خلاص يا جماعه المعادلتين دول هم دول تمام دول من ضيف وين ودول من ايه؟ من فريق كويس كده؟ ماشي طيب حكايه بقى الزائد والناقص دي جايه منين بقى؟ هو الاحجام الدايركشن بتاع الفلكس حسب بعض
اللي عنده وقت 2 بلس بلس 5 واحد اللي جاي بسبب اي واحد وبلس مين 5 2 اللي بسبب اي اي الجزء الاكبر من هذا البلس اللي عملناه في المعادلات اللي بعد كده بيمشي فين في الاتجاه الكوره تمام طيب يا ترى ال 2 بلس دول مع بعضهم ولا ضد بعضهم تاني البلاكسز يعني زي الهروس جت منين هنا جت الآن البلاكس فاي واحد فاي اثنين بيساعدوا بعضهم ولا ضد بعضهم خلاص يعني ممكن نشوفها كان واحد زي كده بلاس او ماي ساين ساين دي جاي منين جاي من الآن ان فاي واحد وفاي اثنين ان ذا كور ان ذا كور الحديث يعني من بي ايدنج or opposing each other opposing each other each other طيب هي الموضوع ده جاي من كده اصلا الموضوع جاي من كده طيب امتى يحصل الكلام ده يبقى على حسب الكويس لما تشوفها ازاي يا جماعه هتيجي تحط دي ادي جمله بتحدد الدايركشن الفلكس مع الدايركشن بتاع الكرب فالقائد ايه فالوقت الكويس ده ممكن الفيفه كده يعني كويس واحد ده منظور ازاي هذا اللي كده قليل انا جاي كده ان في ظهور بالشكل ده وده برضه عامل كده وده في الشكل ده لو انا غيرت النظام هنا يبقى فاي 2 فاي 3 في الاتجاه ده خلاص بس حصل مره طيب وكل مره بقى بنجي نساله هنقول ان ايه الفلكس فاي 1 كده ضد ولا كويس ده معمول ازاي ولا لا لا احنا هنعمل الموضوع بمنتهى البساطه هنعمل تحت عنوان الدوترول هنقول الدوترول دلوقتي هدي لك الدوس وبناء على ذلك اديك معادله لا فيها لا نقص ولا زيادة يبقى احنا بقى عندنا عنوان صغير الساين والكوساين جزء من الاي والدي ومجتين يعني الكوساين بيساوي مين بيساوي الريال برضه من الاي والدي ومجتين كذلك الحاجه الساين ومجتين بيساوي الايماجين برضه فاذا اصلا الاثنين ده هما اللي هو الاي والدي ومجتين لو اشتغلت عليهم بالجبر هيبقى اسهل اما اشتغل على الاي والدي ومجتين لان دي اما بفضلها ان بضرب مين جي ومكملها بس طيب سؤال طب الكلام ده ينفع برضه مع الكوساين ما هو جي معناها ايه في الكومبلكس معناها زاويه 90 درجه طيب امسك الكوساين فاضل الكوساين يطلع ايه لا ساين بس طيب ايه العلاقه بين الساين والكوساين 90 درجه تكامل 90 درجه لا بصرف النظر عن تكامل او تفاضل ما 90 او ناقص 90 دازنت ماتر يعني ما هو بكامل بيطلع ناقص يبقى ناقص 90 احنا حساب النظام مظبوط يعني خلاص يا باشمهندس تاني الساين والكوساين ايه اللي بينهم 90 درجه هي الجي في الكومبلكس ولا لا ما هو الجي في الكومبلكس هي تماما خلاص بس التعامل مع اي اس جي اوميجا يا جماعه اسهل بكتير جدا التعامل مع اي اس جي اوميجا اسهل في الرياضه خالص خلاص يا جماعه تعالوا نشوف الدكتور بقى هنشوف الدكتور طيب بصوا معايا كده بقى احنا هنحط الدرس بشكل ده بس احنا وانا حاسس ان الدايره اللي بالمناسبه يا جماعه اسمها ماجنتيك كارل سكيل احنا هيبقى عندنا دوائر ثانيه بعد كده حاسسها مره ثانيه هنا بس انت كده انتوا حسنا المرة الثانية هنا كده هو عندي هنا طاي كبير كده تقريباً دورين وهنا بي كبير كده كومبلكس Thank you.
سمعتوا على حاجه اسمها لينزرون؟ ايوه اكيد في الفيزياء ده هو ده موضوع لينزرون والحاجات دي. يقول لك مش عارف الضوء ده كده طيب ده هنا ولا مش عارف هدول كده ما لناش دعوه بقى خالص. احنا هنسيب التفاصيل الايه بتاع الفيزياء دي كلها ونشغل بس على كده ايه الدوت دول. انا عندي الدوت دول محطوطين على احد طرفين كويل، يعني الدوت دي قد تكون موجوده هنا او هنا، وكويل والدوت دي قد تكون موجوده هنا او هنا. سين هما كده سين هما كده. الدوت هول بتقول ايه بقى؟ الاي بي. الدوت هول بتقول لك بتقول اول حاجه تعملها بتقول اساين كرنس، يعني تعمل ايه؟ ايفر كرنس الاول ايفر اي 1 واي 2 ماشيين كده سين. طيب انت عاوز تكتب معادلات، عاوز تكتب معادلات، والمشكله عندي ايه مره ثانيه؟ بتعمل في ان عامل الزائد والعامل الناقص هو ده اللي احنا بنحاول نحله دلوقتي. فاقول اساين كرنس بعدين اف قاعده تقول ايه؟ اف اي 1 و اي 2 ار بوث 2 ار بوث انترنج، يعني كل ايه الكويل بتاعتكم كده الكويل الكويل باي دوس تيرمينالز، يعني الحته اللي فات ايه يبقى دوس. لو كان الكلام ده مظبوط اذا ام هتاخد نفس الايه الساين بتاعت مين او ال، يعني بين قوسين كده من الزائد. تاني حاول القاعده بناخد الكارنس الدوت الموجودين، لو كان الاثنين كارنس معا داخلين على الدوت، يعني كل كارنس بيخش الكوين بتاعه عن طريق الدوت، اذا كان الكلام ده صحيح يبقى تيرمينال بي ام هياخد نفس الاشاره بتاعت ال، وايه اللي دايما موجبه يعني ايه موجبه يعني والعكس صحيح. اند فايس فيرسا اند فايس فيرسا على طول تعال نشوف الاحتمالات اند فايس فيرسا. خلاص طب الوضع العصابره بقى اي واحد داخل الدوت هنا اهو كويس، طب اي 2 خارج من الدوت اهو، طب واحد يمكن يجادل بقى يقول لي ايه طب ما تلف كده مع اي 2 وامشي كده كده وخش على الدوت. هيقول لك كده لا احنا عشان نقرر المقارنه السليمه يا جماعه بنرسم سهم كده جنب الدوت، بنرسم سهم جنب الدوت خلاص خارج الكويل جنب الدوت خارج الكويل، ونحدد بقى هتبدل بقى يعني ما نسيبش السهم في الحته دي كده لا نسيبه بره هنا كده وبره هنا. اي واحد داخل الدوت واي 2 خارج الدوت ليك الدوت يعني يبقى مين بقى؟ اذا ام نيجاتيف. الرسم ده مع السطور ده كده هيقول ان مين؟ ان ام نيجاتيف. طيب امتى تبقى ام بوزيتيف؟ لو كان حاجه زي كده مثلا بص معايا. انا عندي يعني هنا كده الام بالشكل ده كده والضغط بالشكل ده كده واللي هنا كده وانا طالب اي واحد زي ما هو واي 2 برضه طالبها زي ما هي كده يعني ها يبقى ده ايه؟ ده انت من الضغط بتاعه وده ايه؟ انت من الضغط بتاعه يبقى هنا ايه؟ ضغط. يبقى الترم ام زي الترم ام. لحظة واحدة 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 خلاص لا الكرنت الكرنت منهم داخل على الضغط والتاني خارج من الضغط يبقى ام سالبة اتفقنا خلاص. طب افرض بقى الاثنين داخلين معا يبقى ام موجبة صح؟ افرض الاثنين خارجين معا برضه موجبة طبعا. تاني لو اثنين كرنس داخلين على الضغط معا او ميتنج الضغط معا هي هي ام موجبة. واحد داخل على الدور والتاني ليه في الدور يبقى ايه؟ سالب. طيب اذا كان الامر كذلك بقى يبقى المعدل يكون ايه بقى؟ هعطيك المعدل بتاعنا. هو ده. هي الدور دي هو الاسمنت بس؟ ايه دي؟ هو اللي بيرسمها؟ انا هنرسمها هنديها لك. احنا هنديك الدور دايما هنديها يا جماعه عشان نكتب المعدل. الدور دي احنا غنينا عن ايه الظروف وعن ايه؟ التصنيع ده بيشتغل ازاي والبلاكس ماشي مع بعضي ولا مالناش دعوه خالص. يعني على طول هنكتب معادلتنا بناء على الدوت خلاص؟ نقطة فوق، نقطة فوق، ماشي؟ عندك الكرة الأول داخل كده،
انت تمشي كده. اه خلاص فهمت. يبقى الايه؟ الرسم العصبوره ده، الرسم العصبوره دوت دي معادله غير مظبوطه، يعني ايه مليار بالسلامه. طيب واحد ممكن يجادل الاكل، واحد ممكن يسال الاكل يقول لي طيب افرض انا بقى عاوز الراي اتنين اقلبه، طبعا اي واحد لازم يجبري كده عشان البي واحد، البي واحد زائد او ناقص اي واحد طبعا منطقي بيكون بالشكل ده. واحد يقول لي اشمعنى انت عامل البي؟ تظبط اي اتنين كده، طب انت عاوز تعمله اتجاه مضاد؟ اعمله اتجاه مضاد. طيب بيحصل ايه بقى؟ يبقى القاعده هيقول لك بقى هنا ان ام ايه؟ موجبه، كان مع رسم العصبوره. لو فرضنا ان اي اتنين واخد اتجاه مضاد يبقى ام موجبه. يبقى انت ما تحل المعادلات عشان تجيب اي واحد واي اتنين وتحسب اي اتنين هيطلع لك فاليو. الفاليو اللي انت هتطلعها الان بالمقارنه بالفاليو اللي كانت موجوده قبل كده ايه العلاقه بينهم؟ عكس بعضهم بس، اشاره نقص اكثر ولا اقل. خلاص من حاله الايه؟ النقص بتاع الام. طبعا. تمام؟ مره ثانيه. فرض التيار في اي اتجاه يحصل اي اتنين بالذات، اي دايركشن يعجبك، وطبعا كل واحد منهم هيبقى ليه ام يا اما بموجب او سالب، دي صح ودي صح. والحل اللي هيطلع مظبوط مع ايه؟ الحل ده مظبوط والحل ده مظبوط، بس طبعا الكرنت هنا عكس الكرنت، مش مشكله. خلاص؟ اتفضل. لا ما هو المعادلتين اللي هو بقى خلاص المعادلات اهي حلها، هنشوف احنا لسه هنتكلم في المره الجايه. احنا ايه ان شاء الله الدايره دي هنعملها مكافئ تاني كمان، بس خليه بقى الاسبوع الجاي عشان احنا كنا ايه انشغلنا شويه في الماكس النقطه النهارده، هنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله.